اسأل أكثر. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. مذكرة تفاهم دفاعية بين المغرب وإسرائيل تقول الدفاع الإسرائيلية إنها ستمكن من زيادة التعاون في مجالات عدة بينها الاستخبارات. تعاون سبق أن قالت الجزائر إنه استهدفها حتى قبل توقيع المذكرة عن طريق استغلال جارتها الغربية لبرنامج بيجاسوس للتجسس عليها. وإن كانت الجزائر لم تعلق هذه المرة على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلا أنها سبق وأوردت تصريحات زميله في الحكومة يائير لابيد ضدها من المغرب ضمن الأسباب التي دفعتها لقطع العلاقات مع جارتها. بينما تؤكد الرباط أن تفاهماتها مع تل أبيب لا تستهدف أحد. هل تزيد مذكرة التفاهم الدفاعية مع إسرائيل التوتر بين المغرب والجزائر؟ وما إمكانية تشكيلها أي تهديد عسكري؟ نسأل أكثر مع ضيفينا بعد هذا العرض. الحلقة في صفحتنا على موقع تويتر @RTArabic. هل يمثل توقيع المغرب مذكرة تفاهم دفاعية مع إسرائيل تهديدا عسكريا على الجزائر؟ يمكنكم الإجابة بنعم أو لا. السؤال مطروح أيضا على موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com. نناقش الموضوع مع ضيفينا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح نعوم، ومن الجزائر العاصمة الكاتب والمحلل السياسي نور الدين ختال. أهلا بكما على شاشة أرتي. أبدأ معك سيد عبد الفتاح حول السياق وأيضا التوقيت الذي تأتي فيه مذكرة التفاهم بين المغرب وإسرائيل الدفاعية، أخص بالذكر، كيف يمكن أن نفهمها؟ بالنسبة لي، أهلا وسهلا أولا على الاستضافة أو شكرا على الاستضافة. بالنسبة لي الجزائر تدفع دائما بهذه الدريعة أو حديث أن العلاقة المغربية الإسرائيلية واستئنافها يستهدف الجزائر. أنا سؤالي هو ما الذي تفعله الجزائر لإسرائيل حتى تعاديها أو تستهدفها؟ يعني إذا كان العنوان الأساسي مثلا حينما تتكلم إيران على أنها عداء، لها عداء مع إسرائيل، هذا مفهوم. إيران تدعم بالسلاح حماس. طيب وتدعم سيد عبد الفتاح، حتى نبدأ بشكل صحيح، لم أسألك عن الجزائر. يعني الجزائر لم تحرك. سيد عبد الفتاح، حتى نبدأ بشكل صحيح، لم أسألك عن الجزائر، سألت عن مذكرة التفاهم عن الإطار الذي تأتي فيه، تفضل. أتكلم عن الإطار الذي تأتي فيه، يعني دعيني أجيب وركب جوابي بالطريقة التي تناسبني سيدتي من فضلك. تفضل. أنا أقول أنه الآن هذا الهلع الجزائري لا علاقة له بالسياق. أرجوك دعيني أجيب. هذا الهلع الجزائري الذي يسبق والذي يلي والذي يتلو كل حادثة وكل واقعة من هذا الصنف لا علاقة له بالسياق. وأنا آت لأقول أن السياق العلاقة المغربية الجزائرية استؤنف منذ العام الماضي، وهذا وضع طبيعي ويمكن أن يذهب إلى أبعد مدى، ولا علاقة له مطلقا بكل هذا الهلع الجزائري، لأنه في الحقيقة هناك مواضيع عسكرية أمنية تلح على المنطقة، تلح على العالم، تلح على أجندة التحالفات والتكتلات الدولية الجديدة، في مقدمتها الإرهاب، في مقدمتها الوظيفة الجديدة للجيوش في وضع الوباءات والأوبئة وما إلى ذلك. إذن هناك سياقات كثيرة متعددة في ظل أيضا المشاكل الرقمية، المشاكل الأمنية، أشياء كثيرة
تلح على هذه الأجندة، لا علاقة لها مطلقا بكل هذا الهلع الذي يثيره الإخوة الآن في الجارة الشرقية. جيد. باعتبار أنهم يعني تعاديهم المغرب بهذه الاستئناف العلاقات أو بعلاقتها العسكرية أو بزيارة طيب. الوزير الدفاع الإسرائيلي، كل هذا كلام لا طائل من ورائه لأنه لا دليل عليه. سيد نور الدين، أنتقل إليك بهذه النقطة. كل التفاهمات التي تجريها الرباط مع تل أبيب لا علاقة لها باستهداف الجزائر، يقول ضيفي، وهذا الهلع كما وصفه غير مبرر. ولو أننا لم نشهد أي رد رسمي في الجزائر على هذه الزيارة، لكن هناك تصريحات سابقة تحديدا على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب، والتي قالت فيها الجزائر أنه أدلى بتصريحات ضدها. تفضل سيد نور الدين. مرحبا سيدتي الفاضلة. بالنسبة للجزائر لم يصدر عنها أي موقف ولا تهتم بما يحصل بين دولة الاحتلال المغربية ودولة الاحتلال الصهيونية، لأن هذا شأن خاص بهم. لكن بالرجوع إلى السياق سيدتي الفاضلة، نجد أنه المغرب سابقا عندما وقع اتفاق حرب إلكترونية، يعني بالرجوع إلى التاريخ، لعل الضيف الكريم من المغرب لا يعرف العلاقات الدولية ويعرف مواقف دولته في المملكة المغربية، لا يعلم أنه يوم 14 يوليو، لا قلت فقط يعني معلومة سيد الفاضلة، يوم 14 طيب. يوليو يمكنك أن تتفضل بالمعلومة دون الحديث عما يعرفه الضيف أو لا يعرفه. تفضل. سفير، نعم، يوم 14 يوليو سفير الكيان الصهيوني لدى المغرب أعلن عن حرب إلكترونية بتفاهم. الجزائر لم تعلق وقتها. بعد ذلك بأربع أيام فقط أعلن تحالف لعدد من الصحفيين الدوليين، ولا علاقة للجزائر أيضا بالموضوع، عن تجسيد هذا التحالف بين الكيان المغربي المحتل والكيان الصهيوني المحتل. تجسد ذلك في برنامج بيغازيوس الذي هو تجسيد لحرب إلكترونية. إذن يوم 14 كان هناك اتفاق أمني بين الكيان المغربي والكيان الصهيوني، 14 يوليو، يوم 18 يوليو تم تجسيد هذا، يعني تم فضح هذا الاتفاق. لهذا سيدتي الكريمة، الآن وجدنا اتفاق عسكري، في البداية كان اتفاق أمني، حاليا اتفاق عسكري، لا ندري ماذا بعد هذا الاتفاق العسكري. ثم سيدتي الفاضلة، نفس هذا الشخص لو سئل، طيب أنا لا أشخص لكن أتكلم عن الفكرة، نفس هذا الشخص لو سئل قبل سنة أن المغرب سيقوم باتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني كان سيقول لا ونحن نرفض التطبيع وغير ذلك. اليوم غير موقفه، وحاله حال ملوك المغرب منذ استقلال، منذ استقلال الجزائر مر على المغرب ملكين وكلاهما غير موقفه عدة مرات. طيب سيد نور الدين، تحدثت عن ما تطلقه الجزائر من اتهامات تحديدا في مجال التعاون في الاستخبارات. سيد عبد الفتاح، هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تحدثت أيضا أو تحدثت بعض المصادر من الدفاع الإسرائيلية على أنها ستعزز التعاون الاستخباراتي، والجزائر تقول أو قالت في السابق أن هذا التعاون استهدفها بشكل خاص. هنا ربما تأتي المخاوف الجزائرية، ما الذي قد يبدد هذا المخاوف؟ ما الذي يمكن أو الضمانات التي يمكن أن تقدمها الرباط من أجل تبديد هذه المخاوف؟ قبل إجابتك عن الضمانات والمخاوف، دعني أرد على بعض المغالطات التي ساقها الضيف الكريم من الجارة الجزائر، من دولة الجزائر، لأنه للأسف يعني يدعي يعني في العلم معرفة وهو كله نقائص، أو يقول شيء ويفعل عكسه. فتكلم ما يتكلم كيان مغربي في حين لا يجرؤ على أن يرد على الرئيس الفرنسي الذي قال عن الجزائر أنها كيان مصطنع سنة 1962، لا يجرؤ أن يقول نفس الكلام عن فرنسا. يتكلم بكلام خارج العلم وخارج علم السياسة، خارج العلاقات الدولية، خارج اسمها الدولة المغربية العريقة الشريفة عمرها ما يزيد على 12 قرنا، شئت أم أبيت، إلا لم تكن تعلم ذلك تعلم يعلمه إليك. ثم من ناحية أخرى هذا الأخ يعني يتكلم عن أفكاري، وإن كنت سأقول يا سيدي أنا منذ موقع الاتفاق قلت أن هذا الاتفاق يمكن أن يهم إلى أبعد مدى، نظل في نفس النقطة ونناقش الأفكار. عقبت عليها سيد عبد الفتاح، دعني أرد على مغالطاته، يعني أنا أناقش الأكيد، الأكيد يمكن الرد على مغالطة ما وصفتها بمغالطاته. تفضل. يعني هذا ليس نقاشا. تفضل. نعم، عندما نتحدث بالشخص أنا فلن يكون ذلك نقاشا سيد عبد الفتاح. تفضل. قبل سنة يعني دعني أرد على كلامي، قال أنني قبل سنة كنت سأقول العكس،
أنا قبل سنة إذا عدت إلى أرشيف حديثي قلت أنه منذ البداية هذا الاتفاق يمكن أن يذهب إلى أبعد مدى ما دام في إطار استقلالية المغرب، استقلالية قرار المغرب، ليس فيه أي عداء لأحد، لا علاقة له بأي أوهام تنشرونها وتبثونها عبر إعلامكم. فيما يتعلق بالضمانات، الضمانات الكافية للجزائر والطريقة التي يعاملها بها المغرب. في الحقيقة المغرب منذ أن بدأت هذه الأفلام التصعيدية الكرتونية التي تقوم بها الجزائر والمغرب لا يبالي بها، لم يلتفت إليها، بالعكس بل يبادلها بالحسنى. قطعوا، أغلقوا المجال الجوي، المغرب لم يغلق عليهم المجال الجوي. قطعوا العلاقات، المغرب لم يقطع العلاقات. فعلوا كل، قالوا كل كلام، حتى رئيسهم يتكلم بطريقة ذباب إلكتروني، أجابه المغرب بتعزية في الرئيس السابق. يعني المغرب الضمانات يعطيها بسلوكاته، لا يمس أي شيء يتعلق بالمغرب. أما أن يقول الكيان المغربي المحتل، يعني تتكلم على أنه الجزائر مراقب، أنت تضرب موقف دولتك الرسمي الكاذب الذي يسوقونه بأنها مراقب في هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا بقولك أن المغرب محتل. هذه الجملة أنت عكس ما يقوله كبراناتك. للأسف الشديد أنكم طيب. أصبحتم تخبطون خط عشواء. سيد نور الدين، أعود إليك مع التحفظ على بعض الألفاظ، لكن أعود إليك بالسؤال حول ما قاله تحديدا في الموقف المغربي الذي يقدم الضمانات في كل مرة للجزائر. شهدنا العاهل المغربي وهو يقول أمن الجزائر من أمن المغرب، ألا يكفي ذلك كضمان للجزائر ربما تثق فيه بعيدا عن أي تفاهمات سيادية توقعها الرباط؟ سيدتي الفاضلة، يعني بالرجوع إلى كلام ملك المغرب محمد السادس، تكلم هذا الكلام 13 يوليو، بعدها بعشر أيام يوم 11 أغسطس كان سفير وزير خارجية الكيان الصهيوني في مدينة مراكش ثم في مدينة الرباط وأطلق تصريحات ضد الجزائر. يعني أحد أمرين، يا إما أنه المتحكم في المغرب هو الملك الذي أطلق تصريح يوم 31 يوليو، أو المتحكم هو وزير خارجية بوريطة الذي سمح لوزير خارجية الكيان الصهيوني بالتهجم على الجزائر. ثم ملك المغرب عندما يقول أن الأذى لن يأتي إلى المغرب، يعني الأذى للجزائر لن يأتي إلى المغرب. طيب، بالرجوع إلى العلاقات الثنائية، بعد استقلال الجزائر سنة 1962 الذي أعلن حرب على الجزائر سنة 1963، هو المغرب سنة 1969 المغرب لم يكن له فقط أطعم معه في الجزائر، كله أطعم في الجزائر، في الصحراء الغربية، في موريتانيا، هذه دولة توسعية، في شمال مالي أيضا. إلى اليوم هذا، إلى يومنا هذا سيدتي الكريمة، كيف يقول المغرب أنه ليس لديه نية لإيذاء الآخرين؟ والدستور المغربي في المادة 41 تكلم عنها أن سلطة الملك المغربي تتمدد إلى الحدود الحقة وليس الحدود الواقعية. بالنسبة للحدود الواقعية، الآن عندما تكلم عن نية المغرب، سيدتي الفاضلة، سنة 1972 ملك المغرب الحسن الثاني ورئيس الجزائر هو ريبو مدين وقعوا الاتفاقية ثنائية لترسيم الحدود. متى صدقت عليها الجزائر؟ الجزائر صدقت عليها سنة 1973، لكن المغرب بحكم أنه لديه نية سيئة لم يصادق عليها إلا بعد 20 سنة. هذا المغرب نفسه الذي لم يصادق على الاتفاقية من الجزائر إلا بعد 20 سنة يهرول حاليا، يبيع شرفه مع الكيان الصهيوني، يتعرف مع الكيان الصهيوني ويوقع اتفاقيات لم طيب توقع حتى مصر. ما تقول الجزائر أنه، وما تقول أنت أنه بيع للشرف وبيع للمبادئ وخيانة للقضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب هي سياسة أمر الواقع؟ لا، شوفي سيدتي الفاضلة، لا تدخل، يعني لا تدخل في موقفهم، لكن تكلم يعني مقارنة مثلا بين المغرب، يعني بين كيف تعامل المغرب مع الكيان الصهيوني وكيف تعامل مع الجزائر. مع الجزائر 20 سنة حتى يصادق على اتفاقية ترسيم الحدود، بينما مع المغرب في سنة واحدة بدأ يهرول نحو اتفاق أمنية، اتفاقية سياحية، اتفاقية رياضية، اتفاقية وغيرها من الاتفاقيات. سيدتي الكريمة، احنا نتكلم عن نظام يهرول نحو التطبيع. نظام المغرب اعتقد السنة الماضية أن تغريدة ترامب كافية حتى تغير الوضع القانوني للصحراء الغربية، لكن في الأخير باع شرفه من أجل الاعتراف، فضع الشرف وضع الاعتراف. سيد عبد الفتاح، الجزائر لا تثق في كل ما تعدها أو يعدها المغرب به، وبالتالي هي الآن تتحفظ وتتحدث عن مخاوفها بشكل مباشر وقطعت العلاقات، وتتخوف أيضا من أي تفاهمات تحديدا مع إسرائيل التي تقول، أو ربما التي تقول للجزائر أنها عبرت عن عدائها لها بشكل مباشر من الدار البيضاء. هذه أسطوانة مشروخة يجدرها كل من يتكلمون في حقيقة من الجزائر ويدافعون عن أطروحة
النظام الجزائري ولا علاقة لها بالشعب الجزائري في آخر المطاف. أولا، كل ما قاله الضيف الكريم فيما يتعلق ببيغاسوس وما يتعلق بكل هذه التهديدات، إذا كنتم دولة وتتصرفون كدولة ولديكم أدلة، توجهوا إلى المحكمة العدل الدولية وإلى مجلس الأمن ولتتخذ القرارات وفق الشرع الدولي إذا كنتم تؤمنون بالقانون الدولي. فيما يتعلق بالعداء، تاريخ العداء يعني يخلط الكثير من الأمور. حرب الرمال الذي بدأها هي المناوشات التي بدأها جنود الجزائر على الحدود وافتعلوا هذه الحرب التي انطلقت بعد ذلك وتوقفت الحرب بالمغرب بحكمة المغرب وبقرار مغربي. سنة 1969 الذي لا تذكروه ولا تجرؤوا على الحديث عنه، وقعت يعني اتفاقية في إفران، اتفاقية صداقة وحسن جوار بين المغرب وبين الجزائر، وجاء الهواري بومدين وبدأ يربط ويشبك مع الجنرالات الجيش المغربي آنذاك، وكانت محاولات انقلابية مقيتة وفشلت جميعها بفضل يعني الاتحاد بين الملكية وبين الشعب في المغرب. سنة 1972 الاتفاقية التي وقعت كانت فيها مجموعة من النقاط ومجموعة من التفاصيل لم تلتزم بها الجزائر، وحينئذ طيب. لم يكن هناك برلمان مغربي بالمناسبة، مجموعة من التعقيدات الشكلية التي حالت وأخرت المصادقة إلى العام 1992. طيب. وصل الرد بالنسبة للنقاط التاريخية سيد عبد الفتاح. بكل هذا إسرائيل أيضا المغرب، لا دعيني أكمل، رجاء دعوني أكمل سيد عبد الفتاح، أحاول الاستثمار في الوقت فقط. سيد عبد الفتاح، لدي وقت محدد للإجابة على كل سؤال. تم الرد على النقاط التاريخية، فقط أعطيني تفضل 20 ثانية حتى أطرح عليك سؤال آخر. تفضل سيد عبد الفتاح، تفضل. علاقة المغرب بإسرائيل في العام 2000 قطع المغرب علاقته حينما كانت انتفاضة الأقصى، ومنذ إذن وعلاقة المغرب مقطوعة. الآن هناك سياق آخر، هناك دوافع أخرى، هناك مستجدات أخرى لا علاقة لها بكل ما تتكلم عنه، لا بعداء الجزائري ولا غيره. طيب. السياق الآخر، إسرائيل حينما تكلم لا يمكن لوزير خارجي أن يكمم فم سفير دولة أو وزير خارجي لدولة أخرى وهو على تراب السياق بلدي. الآخر وهو تفعلونه أنتم سياق اليوم سيد هذا لا يفعل سيد العالم. عبد الفتاح من فضلك السياق الآخر، دعني هنا أطرح سؤال. هل ممكن أن يذهب إلى غاية تشكيل تهديد عسكري على الجزائر، خصوصا وأن الجزائر تقول إن 3 من مواطنيها قتلوا من قبل الجيش المغربي وتحدثت عن ذلك، وتقول إن المغرب وأيضا كان هناك حادثة أخرى على حدودها الغربية، هل يمكن أن يتطور ذلك إلى تشكيل تهديد مباشر عسكريا على الجزائر؟ هذه المسرحية التي فبركوها والتي بسببها قاموا بإقالة قيدي الجنرال الجزائري، لو كانت لديهم أدلة تقنية عليها لواجهوا بها مينورسو على الأقل. يا أخي أخطروا مينورسو وأخطروا الأمم المتحدة وأخطروا المؤسسات الدولية وآنذاك افعلوا ما شئتم. إذا كنتم تريدون حربا فنحن جاهزون لألف حرب، فقط التزموا بقواعد التعامل الدولي وبقواعد الشرعية الدولية. من ناحية أخرى، العلاقة مع إسرائيل، الجزائر والله لو كانت تقدم ربع ما تفعله مع بوليزاريو لحماس لكنا نقول أن إسرائيل لديها ما يدفعها لعداء الجزائر. الجزائر لم تفعل شيئا للفلسطينيين يستدعيها لكي تعادي يعني تعاديها إسرائيل. إذا كان إعلان قيام الدولة الفلسطينية معلنة من الجزائر سيد عبد الفتاح، هذه تسلح وتدرب وتعطي تمويل وأسلحة. ماذا أيضا عن رئاسة لجنة القدس للمغرب سيد عبد الفتاح؟ يا أستاذ نعم تفضل أكمل معك. المغرب يرأس لجنة القدس، والملك محمد السادس مباشرة بعد أن أعلن ترامب أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، آنذاك الملك المغربي أصدر بيانا شديد اللهجة لم تقم به الجزائر. حينما حدث اقتحام لبيوت المقدسيين كان موقف المغرب حازما وشديدا. الجزائر في الموضوع الفلسطيني هي على المستوى السياسي تتبنى المبادرة العربية للسلام، ولا يمكنها أن ترتفع عن سقفها، مثلها مثل المغرب مثل غيرها. المغرب يزيد عليها بدعم الفلسطينيين، ولا يمكن للجزائريين في الموضوع الفلسطيني أن يكونوا أفضل من إسماعيل هنية ومن محمود عباس أبو مازن. هؤلاء علاقتهم جيدة بالمغرب وثمنوا كل ما وصلت هذه الفكرة. دعني أشرك سيد نور الدين فيها. الجزائر لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني ولا لقضيته. والنقطة الأهم التي قالها سيد عبد الفتاح، إذا كنتم تريدون الحرب فنحن جاهزون لألف حرب، هل يمكن فعلا أن يتطور هذا التصعيد إلى تصعيد عسكري بين البلدين؟ لا سيدتي، لا تقولين ما لم أقل، رجاء لا مسجل سيد عبد الفتاح، مسجل ما قلته. إذا كانت لديهم الأدلة وذهبوا إلى الشرعية الدولية سيد عبد الفتاح، مسجل ما قلته. إذا كنتم تريدون حربا فنحن جاهزون لألف حرب. وكانوا يريدون حربا طيب
إذا كان لديهم أدلة أولاً فليتوجهوا إلى الشرعية الدولية. الحكم بيننا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هناك قانون دولي، نحن لسنا في غابة. طيب أخذت كامل الوقت سيد عبد الفتاح. سيد نور الدين إليك الرد. نعم، أولا بالنسبة لدعم الجزائر للقضية الفلسطينية، على فرض أن الجزائر لا تدعم، من وضع اليوم يده في يد قتلة الشعب الفلسطيني هو وزير دفاع المغرب وليس وزير دفاع الجزائر. المغرب آخر ناس يتكلموا عن القضية الفلسطينية. في كل الدول العربية لا يوجد ولا دول عربية لديها اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني إلا المغرب، فقط المغرب لا شيء آخر. لذا قبل ما يتكلم ثم الأخ الفاضل، يعني صراحة يعني لا أدري كيف يريد أن يحاورني في أمور وهو لا يعلمها ويأتي بأدلة ضده. عندما يتكلم عن اتفاقية 69 تكلمت عن حسن الجوار، أين حسن الجوار من دعم منظمة إرهابية بلسان ممثل المغرب في الأمم المتحدة؟ طيب سيد نور الدين، حتى أين حسن الجوار؟ لا نستفيد كثيرا في هذه النقاط التاريخية، كل من هنا يمثل رأيه. دعني أتحدث عن اليوم ومن فضلك الإجابة على سؤالي. نعم سيدتي الفاضلة، حتى اليوم يعني عندما نتكلم يعني عن الثقة في المغرب، كيف يمكن الثقة في المغرب ووجدنا أن هناك عدة خيانات جاءت من المغرب للجزائر؟ بعد استقلال حرب الرمال بدأ أعلنها المغرب ولم تعلنها الجزائر. بعد ذلك الجزائر وقعت اتفاقية ترسيم الحدود، المغرب لم يصادق عليها إلا بعد 20 سنة والجزائر صادقت عليها بعد سنة واحدة. سنة 1976 المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر. سنة 1988 عندما تم استئناف العلاقات، من بين البنود وهو بناء المغرب العربي، والذي طعن المغرب العربي في الظهر هو المغرب أيضا سنة 1996 ديسمبر 1996، بعدها أيضا سنة 1994 عندما تم المغرب بالجزائر بدعم تريد أن تستغل كل وقتك في الحديث عن التاريخ. مضطرة لأن أنتقل إلى الضيف الآخر، معك دقيقة واحدة للإجابة على سؤالك. سيدتي الفاضلة، والله صراحة أنا عندما أتكلم، نعم سيدتي الفاضلة، عندما تكلمت أنا تكلمت عن أن المغرب سياسته متقلبة. عندما نتكلم يعني المغرب يعني طعن الجزائر عدة مرات، طيب نترك كل الماضي نتكلم عن الحاضر. أولا، من أعلن عن دعم جماعة إرهابية وهي جماعة المغرب؟ هو ممثل المغرب في الأمم المتحدة وليس الجزائر. من قضية القرصنة؟ عندما تم الإعلان عن قضية القرصنة وتم استهداف المسؤولين الجزائريين بجريمة عابرة للحدود الوطنية، الذي أعلن عن ذلك ليس الجزائر أيضا. يعني من يتحرش بالآخر؟ من يعني الآن سيدتي الفاضل، من تكلم عن نظام يفكر بطريقة إجرامية هو النظام المغربي. عندك قضية قرصنة، قضية دعم جماعة إرهابية، قضية الاعتداء على الحدود الوطنية للجزائر، قضية تهديد الوحدة الترابية للجزائر. في المقابل النظام الجزائري يفكر بطريقة دبلوماسية. في البداية كان استدعاء سفير الجزائر لدى المغرب، ثم استدعاء السفير المغربي، طلب توضيحات، قطع العلاقات وألغى المجال الجوي. عندنا نظامين سيدتي الفاضلة، حتى أختم ولا تجاوز دقيقة، نظام يفكر بطريقة إجرامية ويفكر بطريقة الاختراقات وطريقة دعم الجماعات الإرهابية، ونظام يفكر بطريقة دبلوماسية. سيد عبد الفتاح، ولو أني لم أتلقى الرد باختلاف الآراء بينكما، لكن عندما أتحدث عن الأخبار وعن الواقع، فإن الجزائر مثلا تشهر عداءها لإسرائيل تحديدا فيما يتعلق بمشاركتها كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهي تحاول بكل الطرق وتظهر رفضها القاطع لهذه المشاركة. كيف ترد على ذلك؟ والله الجزائر مشكلتها كلها هي أنها كل كلامها خطابات وكلام وشعارات. حتى دعم فلسطين تدعمها بالشعارات، الكلام في السياسة وفي الإعلام هذا يعني ببلاش كما يقال، لكن الموضوع يتعلق بالواقع، بالفعل وبالواقع. لم تفعل الجزائر شيئا للفلسطينيين، لم تقدم لهم، لا يوجد ولا مستشفى ميداني واحد جزائري في غزة، لم تقدم لهم شيئا للفلسطينيين. يعني الفلسطينيون، يعني لو سألنا محمود عباس أبو مازن أو سألنا إسماعيل هنية سيقول لك هذا الكلام. وإسماعيل هنية جاء بعد الاتفاق الإسرائيلي، جاء إلى المغرب وقال هذا الكلام، ويعرف أنه هناك فصل شاسع، لأنه يا سيدتي للرأي العام للعرب الذي يسمعنا، هذا التلازم بين مقاطعة إسرائيل وبين الالتزام بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، هذا التلازم صنعه القوميون العرب على أيام الناصرية وهو بخلاف منطوق القانون الدولي وقرار التقسيم، وبعد ذلك ورثه الإخوان المسلمون. هذا الموقف أساسا لا علاقة له بسياقنا المعاصر.
موضوع الاتحاد الافريقي هذا موضوع يتعلق بالاتحاد الافريقي. الان على اهبه اصلاحات مؤسساتيه اسرائيل ستدخل اليه، يعني شاءوا ام ابوا، والزمن بيننا فيما يتعلق بمواقفهم. هذا كلام يقولونه، قالوا اشياء كثيره، هم يتكلمون حتى عن موضوع يعني الماك، وهذه كله كلام فارغ. يعني فرنسا هي التي تستقبل زعيم حركه الماك، لم يقولوا عنها كلمه واحده. بريطانيا تستقبل زعيم حركه رشاد، لم يقولوا عنها كلمه واحده. هم فقط مشكلتهم مع المغرب انه بلد جار يتقدم يتطور يمشي إلى الأمام، ينسج علاقات، يمشي بهدوء، يمشي بوقار. مشكلتهم مع هذا. طيب سيد عبد الفتاح، أنتقل بهذه النقطة إلى سيد نوردين. سيد نوردين، فرنسا تستضيف فرحات مهني رئيس الماك أو ما يعرف بجبهة حركة استقلال القبائل، بريطانيا تستضيف من هم يشيرون العداء للجزائر، لكنها في كل مرة توجه الاتهامات للمغرب، كيف ترد سيد نوردين؟ سيد الفضيل، يعني بالنسبة للمغرب، الفرق بين فرنسا والمغرب أن فرنسا تعلن مواقفها، أعلنت أنها تدعم حركة الماك الإرهابية. نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا، تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان حقوق الإنسان. لأن عندما نتكلم عن حقوق الإنسان لا يوجد شيء اسمه حقوق إنسان في المغرب، بالدليل أنهم في مملكة. لو كانوا في جمهورية ممكن يكون عندهم حقوق إنسان نسبية، لكنهم في مملكة لا يوجد شيء اسمه حقوق إنسان. سيد الفضيلة، الذي أعلن أن دولته لا تتدخل في شؤون الجزائر هو ملك المغرب يوم 31 يوليو، الذي وقع على اتفاقية حسن الجوار سنة 1969 وعدم التدخل في شؤون داخلية الجزائر هو أيضا ملك المغرب الآخر اللي هو الحسن الثاني. لهذا سيدتي الفاضلة، نحن أيضا العضو في الاتحاد المغرب العربي هو المغرب وليس فرنسا أو بريطانيا. لهذا سيدتي الفاضلة، لا يمكن أن نقارن بين العلاقة بين الجزائر وفرنسا أو أيضا بريطانيا والعلاقة بالجزائر والمغرب مهما يكون. رغم كل الخلافات، المغرب يبقى دولة شقيقة، عضو مع الجزائر في الاتحاد الإفريقي، في جامعة الدول العربية، في المغرب العربي، وجمعنا مع الشعب المغربي الكثير. لكن النظام حاليا، النظام المغربي، يهين الشعب عن طريق هذا التطبيع المهين. لهذا سيدتي الفاضلة، ما يجمعنا مع المغرب هو أكثر مما يجمعنا مع فرنسا. ثم بعد ذلك أنه المغرب تحت أي بند يدعم جماعة إرهابية. ثم يعني سيدتي الفاضلة، الآن عندما نحن نتكلم عن دعم الجماعة الإرهابية، ليست الجزائر من قال ذلك، بل ممثل المغرب في الكيان في الأمم المتحدة. عندما نتكلم عن قضية الحرب الإلكترونية والتي نتج عنها اتفاق بيجازيوس، ليست الجزائر من قال ذلك، بل سفير الكيان الصهيوني لدى المغرب. حتى لا نعود إلى هذه النقطة يعني سيد نوردين، لأننا منحناها الكثير من الوقت، تحديدا فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي. سيد عبد الفتاح يقول إن الجزائر لن تتمكن من منع دخول إسرائيل كعضو مراقب، وتدخل إسرائيل شاء أم أبا. وتعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية قد تحقق شيئا بهذا الخصوص؟ سيدتي الفاضلة، بالنسبة لوجود الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، هذا كان برئيس من طرف مفوض الاتحاد الإفريقي دون الرجوع إلى الدول الأعضاء، وكان هناك رفض من عدد من الدول، يعني كان رفض جزائري، ثم بعد ذلك رفض الدول التي انضمت الى الجزائر في هذا الرفض، من بينها دول يعني اهم دول في افريقيا، وهي الجزائر، نيجيريا، جنوب افريقيا، ومصر. يعني اهم اربع دول في افريقيا لامت مفوض الافريقي على قضيه منحه منصب او عضو مراقب للكيان الصهيوني، وهذا الامر تم تأجيله إلى غاية شهر يناير القادم، وسيتم مناقشته، وفي تقديري أنه سيطرد. طيب هذا بالنسبة للاتحاد الإفريقي. سيد عبد الفتاح، بالنسبة للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في شهر مارس المقبل، كيف تحضر لها الرباط؟ أعتقد أنه القمة العربية، يعني الجزائر ستزيد الطين بلة، لأنه أصلا جامعة الدول العربية وضعها صعب جدا، تمر من أسوأ ظروفها، ولا ينقصها في الحقيقة إلا أن يعني تدخلها الجزائر في مشاكل لا علاقة لها بها، في الحين أنه أهداف الجامعة الدول العربية شيء آخر. الموضوع الإفريقي، يعني تعليق على هذا الموضوع، أنا أعتقد أنهم سيصطدمون بجدار بنفس الطريقة التي اصطدموا بها الآن. سنة وهم يقولون أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مجرد تويتا، وها هو الآن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه مع الحكم الذاتي من يعني بحضور وزير الخارجية المغربية. يعني يكذبون الكذبة ويصدقون. طيب سيد عبد الفتاح، على أساس تصديقهم لا. وصلت الفكرة سيد نوردين، لديك الحق للتعقيب في دقيقة ونصف. سيد عبد الفتاح، بقي دقيقة ونصف، هي من حق ضيفي من الجزائر. تفضل سيد نوردين.
يا سيدتي أنا لم أتكلم. سيد الفاضل، بالنسبة للنظام الأمريكي الحالي تراجع بدليل أنه الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أن تفتح قنصلية مثل ما وعد ترامب في الأراضي الصحراوية المحتلة، هذا أولا. ثانيا أن أمس بلينكن أول أمس عندما تكلم عن الصحراء الغربية، من فضلك سيد عبد الفتاح من فضلك سننهي البرنامج بعد ثواني، تفضل. التي تكلم عنها ترامب، لهذا المملكة الأشقاء في المملكة المغربية باعوا شرفهم عن طريق تغريدة لترامب، وفي الأخير لم يكسبوا لا الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت عن وصاروا يتكلموا عن الصحراء الغربية. أدعوكم للاطلاع على نتائج التصويت على السؤال المطروح عبر صفحتنا على موقع تويتر، هل يمثل توقيع المغرب مذكرة تفاهم دفاعية مع إسرائيل تهديدا عسكريا للجزائر؟ الأغلبية بنسبة 71% أجابت بنعم. أشكركما جزيل الشكر ضيفينا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح نعوم، ومن الجزائر العاصمة الكاتب والمحلل السياسي نوردين ختال، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا، إلى اللقاء.